مسجد مبارك هذا يا اخوان من المساجد القديمة في القصيم. شوفوا متى أسس، عام 1287. تعالوا. لا إله إلا الله. والله يا اخوان مساجد الطين، مساجد الطين هذه عجيبة والله. مساجد الطين والله يا اخوان يا فيها إيمانيات. لا إله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لا إله إلا لا إله إلا الله، سبحان الله. الله يا إخوان هذه المساجد القديمة ما زالت إلى الآن عامرة. الله يا إخوان أنا أقول هنيئا لمن أسس هذا المسجد، يعني شوفوا كم التاريخ كم له. الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني هذا المحراب كم من إنسان صلى فيه، كم في هذا الصف من مصلين صلوا فيه والآن في قبورهم. يا الله، حطوا له بعض الترميمات، يعني مروحة أو لمبة. والله حتى اللمبة ذبح الضيم. الله 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 الله. هذا وش هو الباب هذا يا إخوان؟ هذا باب أتوقع أنه الخلوة يسمونه تحت، نبي نشوفه. هذا الحوش، حوشهم يصلون فيه، وهذا محرابهم. الله أكبر يا إخوان، شوفوا هذا المنظر وين، عجيب عجيب جدا 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 يا إخوان. مع صلاة الفجر يعني بين هالنخيل. الله، الله أكبر. الله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب. سبحان الله يا إخوان، شوفوا هذا الأبواب القديمة. تعالوا معي، خلونا نفتح. بسم الله بسم الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا يا إخوان الباب اللي تحت اللي يسمونه خلوة المسجد. خلوة المسجد، هذا المسجد يسمى، وهذا تحت الأرض. هذا الآن هذا أنا فتحته. بسم الله، هذا احنا نازلين. الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله توكلنا على الله. هذا احنا الحين داخلين. بسم الله، هذه يسمونه خلوة المسجد اللي هو تحت الأرض. هذا يا إخوان العجيب من التراب، يعني من نفود تشوفونها. هذه الخلوة تحت يا إخوان، تحت الأرض. هذا السقف العجيب شوي، المسجد اللي حنا كنا فيه فوق، وهذا يستخدمونه في وقت الشتاء. الله أكبر يا إخوان، شوفوا هذا المصحف. شوفوا الله من الإيمانيات، شوفوا إيش لقيت. لا ومع هذا المكان شوفوا المنظر الجميل. يا سلام، الله، هذا العنكبوت مشبك. والله يا إخوان إنه عجيب 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 هذا المكان. هنيئا والله يا إخوان لمن بنى هذا المسجد. الخلوة تسمى عموما، كانوا بالشتاء ينزلون تحت الأرض ويصلون بهالخلوة. لا ورمل، أقول هنيئا والله يا إخوان، إيمانيات هذه الأرض شهدت أو شهدت لمصلين صلوا في هذا المكان. وهذا المحراب يا إخوان شفتم، الله أكبر كم شهد هذا المحراب من مصلي أو إمام سجد في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذهب المصلون الذين صلوا في هذا المكان، ولكن بقيت أجورهم عند الواحد الأحد. الله يتقبل منا ومنكم. الآن نبي نخرج الآن مع باب الخلوة. شوفوا يا إخوان مع هذا الباب، شوفوا المنظر كيف نظرة هذا المكان العجيب. والآن خرجنا إلى هذا حوش المسجد عند هذا المنظر العجيب بين هذا وهذا الباب، يحكي قصة لنا. ختمنا هذه الجولة في هذا المسجد التراثي، وأسأل الله يتقبل منا ومنهم، وجزى الله من بنى هذا المسجد خير الجزاء. صباح جميل، ولا تنسون أذكار الصباح، ولن ننساكم من الدعوات، وحين إن شاء الله متوجهين إلى مكة، أسأل الله يتقبل.